هذه الطائرة هي من أضخم الطائرات المتوجة في العالم، حيث سعتها تفوق 12,000 لتر، وتستطيع أن تحلق على مسافة يعني قريبة جدا من الأرض، حوالي 100 متر، وهي تتدخل في كل الأوقات وفي كل الظروف. نضيف أنه السيد رئيس الجمهورية قد أصدر تعليماته لاقتناء 4 طائرات من هذا النوع، وإن شاء الله الأولى سوف تصل إلى الجزائر في شهر ديسمبر 2022، أما الباقية فسوف تصل إلى الجزائر إن شاء الله في السداس الأول من سنة 2023. نظن بهذه الإمكانيات، هذه الطائرات الضخمة إن شاء الله سوف نتحكم في كل التراب الوطني.